النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم للأردن. نبدأها دائما بصور الأقمار الاصطناعية الأخيرة الواردة لدينا، والتي أشارت وتشير إلى تدفق كميات كبيرة من السحب والغيوم الممطرة قادمة من البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة، وتحديدا في المنطقتين الشمالية والوسطى على وجه الخصوص، حيث تأثرت المملكة خلال 36 ساعة الماضية بمنخفض جوي صنف بأنه من الدرجة الثانية، وكان محملا بكميات كبيرة من الأمطار نسبة لهذا الوقت من العام، وكانت متركزة في المنطقتين الشمالية والوسطى على وجه الخصوص، إضافة إلى مناطق الأغوار الشمالية والوسطى. كميات الأمطار المسجلة في المملكة بحسب محطات دائرة الأرصاد الجوية ومحطات طقس العرب كانت أعلاها في منطقة الأغوار الشمالية في مناطق الباقورة، وصلت إلى حدود 45 مليمتر، وهي كمية قياسية من الأمطار في هذا الوقت من العام. في محافظة إربد 30 مليمتر، كذلك الأمر في عجلون، في البلقاء 22 مليمتر، في مناطق الأغوار الوسطى ودير علة حوالي 25 مليمتر، في غربي العاصمة عمان 24 مليمتر، في جنوب العاصمة عمان 13 مليمتر، في شرق العاصمة عمان 4 مليمترات، وفي المفرق 3 مليمترات، في الزرقاء 2 مليمتر، وفي الرمثة 20 مليمتر، وفي مدبة 8 مليمترات، الكرك سجل تقريبا حوالي 3 مليمترات، ومرتفعات الطفيلة والشبك أقل من 1 مليمتر. إذا كما نلاحظ، هناك تركيز أكبر للأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى، وكلما اتجهنا جنوبا وشرقا خفت كميات الأمطار بشكل لافت. يتحرك هذا المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة نحو الشرق مبتعدا عن المملكة مع ساعات مساء اليوم السبت، ويتوقع أن تضعف فرص هطول الأمطار تدريجيا خلال ساعات هذه الليلة، كما يتوقع ازدياد نسب الرطوبة ويتوقع تشكل الضباب في مناطق البادية والسهول الشرقية. كذلك لا يستبعد، هناك احتمال موجود وضعيف لتشكل الصقيع في بعض مناطق وأجزاء محدودة من مناطق السهول الشرقية خلال ساعات الليلة القادمة. خرائط الضغط الجوي تشير إلى أن يومي الأحد والاثنين يتوقع أن يتزايد تأثير مرتفع جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط نحو الشرق، بحيث تصبح المملكة تحت تأثير المرتفع الجوي، هذا المرتفع الذي سيؤدي إلى الاستقرار على الأجواء وبدء ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، في حين أن المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال اليومين الماضيين قد يكون تحرك نحو الشرق والشمال الشرقي مبتعدا عن المملكة. فكما نلاحظ، هذا المرتفع يتوقع أن يزداد تأثيره خلال يومين الأحد والاثنين، مع تواجد بدء امتداد منخفض البحر الأحمر الذي يتوقع أن يزداد تأثيره بشكل لافت خلال منتصف هذا الأسبوع، تحديدا يومي الثلاثاء والأربعاء. إذن الأحوال الجوية هذه الليلة تبقى الأجواء باردة شتوية الطابع، درجات الحرارة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بكثير، ويكون الطقس هذه الليلة رطبا مع تشكل الضباب في بعض المناطق، وتدريجيا تضعف فرص الهطول لهذه الليلة في أغلب مناطق المملكة، وتكون درجة الحرارة الصغرى الليلة القادمة في العاصمة عمان 7 درجات مئوية فقط، ما بين 6 إلى 7 درجات مئوية، وأجواء كما ذكرنا باردة جدا. لا يستبعد خلال ساعات هذه الليلة تشكل الضباب في مناطق البادية والسهول الشرقية، كما هناك فرصة ضعيفة لتشكل الصقيع في أجزاء محدودة من مناطق السهول الشرقية. نهار يوم غدا يستقر الطقس ويطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، يكون الطقس ربيعي لطيف في مناطق عديدة لكنه مائل للبرودة خلال ساعات النهار، سيما فوق المرتفعات الجبلية بمشيئة الله تعالى، تظهر بعض السحب والغيوم الغير ممطرة. نستعرض سويدا درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم غدا الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، ونبدأها في المناطق الشمالية من 17 إلى 7، عجلون 17 إلى 5، في جرش 18 إلى 7، في المفرق من 19 إلى 9، وأجواء غائمة جزئيا بوجه عام. المناطق الوسطى من المملكة، في العاصمة عمان من 18 إلى 8، عفوا من 16 إلى 6، في البلقاء من 18 إلى 8، في مادبة من 17 إلى 7، في البحر الميت أجواء دافئة 26
20 إلى 14 وفي الزرقاء من 18 إلى 9 درجات مئوية. انتقالا إلى المناطق الجنوبية من المملكة، في الكرك من 16 إلى 6، في الطفيلة من 16 إلى 7 درجات، في مرتفعات الشراء من 14 إلى 6، في معان من 17 إلى 8، أما في خليج العقبة فتكون الأجواء دافئة من 25 إلى 15، وكما تلاحظون أجواء مستقرة عموما مع ظهور بعض الغيوم غير الممطرة. نختم بالأحوال الجوية المتوقعة غدا في المناطق الشرقية من المملكة، في رويشد من 21 إلى 10، في الصفاوي من 21 إلى 10، وفي الأزرق من 21 إلى 11 درجة مئوية. نتعرف سويا على الأحوال الجوية المتوقعة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. إذا من الأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم الاثنين، هناك ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية في ساعة النهار، تنخفض إلى 10 درجات مئوية مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة. يوم الثلاثاء يتوقع أن تتأثر المملكة بمنخفض البحر الأحمر، بحيث يتوقع أن يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتصل في العاصمة عمان إلى 22 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض إلى 11 درجة مئوية، ولكن يتوقع بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء عصرا أن تزداد سرعة الرياح ويتحول الطقس ليصبح مغبر في مناطق واسعة المملكة، سواء في ساعات المساء أو العصر أو في ساعات الليل، كما ويحتمل هطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق البادية الجنوبية ومرتفعات الشرع. يوم الأربعاء طقس مغبر عموما نتيجة تأثر المملكة بهذا المنخفض، منخفض البحر الأحمر، مع المزيد من الارتفاع درجات حتصل إلى 23 درجة مئوية العظمى في العاصمة عمان، تنخفض إلى 14 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا. تفاصيل الأحوال الجوية بالتفصيل أكثر خلال هذا الأسبوع، مع أيضا تفاصيل الأحوال الجوية يومي الخميس والجمعة المقبلين، تجدونها عبر النشرة الجوية الأسبوعية التي أصدرناها في طقس العرب من خلال منصاتنا المختلفة. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.